خلينا ننتقل لمساحتنا الطبيه لليوم. رح نحكي عن موضوع كثير مهم نسمع عنه بشكل كثير كبير، بطانه الرحم المهاجره، الى بعض الاعراض والاسباب، كيف بيتم علاجها، وقديش مهم اكتشافها بوقت مبكر بخلينا يمكن نختصر فتره العلاج. رح نحكي عن هذا الموضوع اكثر مع الدكتور اكرم الاحمر الاخصائي في امراض النسائيه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يا صباح الفل. يسعد صباحك دكتور. بالبدايه يعني هذا المصطلح اغلب الناس ما بتعرف عنه كثير بهمون، خلينا نعرف بالبدايه بطانه الرحم المهاجره. اولا بالبدايه كل عام بخير. انت بخير حضرتكم بشكل شخصي وكل التيم الموجود ولقناتنا الجميله، انا بعتز فيها كثير كثير. ان شاء الله سنه مباركه يا رب. لا بنرجع لموضوعنا اللي هو الاندومتريوز يلي هو اسمه بطانه الرحم الهاجره او المهاجره. خلينا ننتبه لها ثلاث كلمات، بطانه الرحم المهاجره. تمام. نحن بنعرف جهاز المراه التناسلي او الانجابي او الانثى، يعني جزء الاساسي فيه طبعا هو الرحم. طيب الرحم مثل اي عضو بالجسم في مكونات بتشكله لها الرحم. صحيح. هلا طبعا نحن الرحم هو بالاساس اسمه العضله الرحميه لانه اساس تركيبته الياف العضليه يلي بتكبر لما بيصير في حمل وبتسع جنين و و. طيب هلا بالاضافه للالياف العضليه يوجد في بطانه رحم مثل ما جوف الفم. صحيح. في عندنا عضلات يلي بتمضغ وهيك، في عنا بطانه لجوف الفم مثل اي شيء بالعضو بالجسم. بطانه الرحم المهاجره انه هالبطانه هي بدل ما تكون موجوده ضمن الرحم لسبب ما لغايه هي اللحظه، لانه هلا ممكن نعد الاسباب المحتمله. ودائما انا وياكم سيداتي متفقين بمقابلاتنا لما بنقول عن اي شغله بالطب يوجد عده اسباب محتمله، فمعناته نحن حقيقه لا نعرف السبب الحقيقي. اوكي طيب هلا هي البطانه يفترض تكون موجوده ضمن الرحم، اسمها بطانه رحم. طيب لسبب ما مجهول مثل ما حكينا تهاجر من هذا الرحم لبرات الرحم لاعضاء مجاوره، لحسن الحظ باغلب الحالات لاعضاء مجاوره، خاصه بتجي بقى على المبيضين، على الرباط الرحمي العجوزي يعني الاربطه المعلقه للرحم، على رتج دوغلاس بمعنى المسافه الموجوده خلف الرحم، هي اللي بتجي عليها البطانه المهاجره. لحسن الحظ انه اغلبها هون، ببعض الحالات لا ممكن نشوفها بالدماغ او بالرئه، يعني بتهاجر لاماكن بعيده جدا جدا. اذا الاندومتريوز بطانه الرحم المهاجره هي عباره عن بطانه رحم تركت مكانها الطبيعي اللي هو الرحم وراحت هاجرت لخارج الرحم لاعضاء اخرى. طبعا ذكرتي حضرتك سيدتي انه بنسمع عنه كثير، الحقيقة هلا إذا بدي أقول لك نسبة الانتشار باختلاف الدراسات وسطيا 7% من البنات والسيدات عندهم بطانة رحم هاجرة. ما وما كنا نسمع سابقا، أو يمكن صار في وعي أكثر. صحيح. اليوم نحو هذا الموضوع. تماما تماما. هلا نشوف الرقم الثاني إنه طبعا ممكن يمرق معنا علاقته بالعقم لبطانة الرحم الهاجرة. هلا بنلاقي إنه عند البنات والسيدات يلي عم بحكي عن السيدات هلا يلي ما عندهم عقم نسبة الإصابة فيه تكاد تكون 5% بس. يعني في بطانة رحم مهاجرة ولكن ما أثر عليهم، صار في عندهم حمل. أوكي. نسبتهم هذول 5% ولكن عند النساء يلي عندهم عقم أو تأخر بالحمل تكاد تصل النسبة حوالي 45%. إذا كتير ارتباط وثيق. هلأ إذا بدنا نرجع أنا وياكم أنه شو قد تكون او الشرائح العمريه ممكن يصيبها بلا بلا بلا، هلا بنلاقي نحن مثلا قليل كثير عند اصحاب البشره السوداء الداكنين. طبعا هون له ارتباط بالعرق، نحن ما بنعرف شو الاليه تبعيته. الشيء الثاني انه من الاسباب اللي من الاسباب المحتمله اللي بنشوفها انه نحن بنقول غالبا يلي عندهم دورات شهريه متطاوله، يعني الدوره مو كل الشهر، ايام بشوف فيها دم البنت او الست ايام طويله، ونفس الوقت الفواصل بين الدورات الشهريه قصيره، ممكن يصير عندهم فرصه اكبر ليصير عندهم اندومتريوسيس او بطانه رحم مهاجره او هاجره، لحتى لانه في عندنا نسبه تعرض اعلى انه اثناء الطمس انه تهاجر هي البطانه من الرحم للاعضاء الاخرى المجاوره له. طيب منقول نحن انه يجب معناته انه يكون في دوره شهريه لحتى تصير في بطانه رحم مهاجره. الحقيقه في كثير حالات شفنا عند بنات لسه ما صار عندهم بلوغ وبالرغم من هيك صار في عندهم بطانه رحم مهاجره.
معناته نحن في كثير اسباب ما بنعرفها. بنعرفها صح. طيب اذا جينا نحن قلنا انه اي شيء آفه او مرض بلا 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 او تشوه خلقي يلي هو مسبب انه يسد القناة الإنجابية عند الأنثى، بمعنى أنه بطانة الرحم يلي هي بتهر خلينا نسميها كل شهر وبتعمل الدورة الشهرية عندها أنه بتنزل لبرة الجسم، أنه في شيء سادد نتيجة تشوه أو مرض أو شيء، وبالتالي بتقلب لجوا بالعكس تأخذ الطريق الآخر يعني المعاكس لإله. طيب منلاقي في عنا بعض الدراسات على القرود منسد له نحن الطريق النازل لتحت، وبالرغم من هيك ما بصير عنده إندومتريوسيس. إذا بمعنى في عنا نظرية أخرى بتقول نظرية المناعية إنه هو دائما في عنا بطانة رحم عم تهاجر خارج الرحم، ولكن جهاز المناعة بالأنثى عم يكتشف إنه هذا مو مكانها الطبيعي وبالتالي عم يجي يأكلها يقرطها ويتخلص منها. منقول بهالحالة هي إنه لما يكون هذا يعني هذا السبب المحتمل إنه جهاز المناعة في اضطراب بعمله ما عم يقدر يتعرف عليها، على إنه هي هاجرت، نرجع للاسم بطانة رحم مهاجرة، هاجرت من مكانها الطبيعي يلي هو الرحم وبيجي بياكلها ما عم يقدر يتعرف عليها فبتقوم بلش تنمى. هلأ منلاقي بقى التوضع مثل ما حكينا أكثر شيء على المبيضين وأربطة الرحم يعني والمثاني والمستقيم. لاحظي لما عم نذكرهم هذا كلها قد يرتبط بالأعراض الموجودة، فلذلك منلاحظ إنه أغلب الأعراض الموجودة عند البنت أو السيدة، خاصة البنت، إنه منلاقي عندها عسرة طمث شديدة جدا، آلام لا توصف أثناء الدورة، يعني لدرجة إنه الوضع متأزم عندها وعند كل أهل البيت بوقت اللي بيكون في عندها عسرة طمث شديدة. منلاقي في عنا عرض تاني عند المتزوجات، عسرة العلاقة الزوجية الخاصة بين الزوجين، مؤلمة جدا العلاقة الخاصة بالجنسية بين الزوجين. منلاقي بعدين لما قلنا أنه قد يكون على المثانة أو على الكولون الأمعاء، منلاقي بقى أعراض تانية أخرى، بمعنى صعوبة لما الوحدة بدها تخرج على التواليت، صعوبة وألم شديد جدا، وخاصة لما بتجي لعندك المريضة على العيادة تلاقي دكتور أنه بوقت الدورة يلي هي عندها ألم شديد فيها بالأساس، انه لما بتفوت على التواليت سواء يعني بول ولا براز انه الم لا يوصف، صوتها بيطلع من التواليت بيعبي البيت من شده الالم بسبب التوضع تبع بطانه الرحم المهاجره يلي قلنا اكثر توضع مبيضي وعلى جهاز المراه الانجابي الاربطه وهيك، وقد يكون موجود على الكولون والمستقيم والمثانه. طيب هلا هون كمان شده الاعراض، لان الشرب بيقول عنه مرض هيك نوصفه انا وياكم شوي بكلمات شوي فني هيك، انه شدة الاعراض اوقات لا ترتبط بحجم الاصابة يلي ممكن تتظاهر بكيسة على المبيض قد تصل لستة سبعة ثمانية سنتيمتر، كيسة كبيرة، بنعطي ادوية بنخليها تحت مراقبة بنقول بلكي الجسم بيتخلص منها، ما صعب ما بيتخلص منها نهائيا. بنلاقي هي قد تكون معاطي اعراض وقد تكون بطانة رحم مهاجرة، ده اندومتريوز، بقعي صغير طبت الألم أو رأس الألم عفواً موجود على المثاني أو المستقيم تلاقي أعراضه شديدة جداً. تمام؟ فإذاً إذا هلأ بنرجع بقى للمقدمة اللي ذكرتوها عفواً آسف إذا بنرجع للمقدمة، إنه هو لحسن الحظ من الأمراض غير الخطيرة ولكن من الأمراض الغليظة جداً. ليش غليظة؟ أولاً إنه هو أعراضه مخاتلة كتير. تمام؟ السير تبعه بأغلب الحالات حوالي 70% سير مترقي، يعني كل ما له بتتفاقم نسبة الإصابة عفواً شدة الإصابة ميرسي كتير بتتفاقم شدة الإصابة. ثانياً في شغلة مهمة كتير، نسبة النكس جداً عالية فيه. طبعاً خلينا نقول هلأ نحن نفترض أنا وحضرتكم أنه إجت لعنا هلأ بنت أو سيدة شخصنا عندها إندومتريوسيس، عملنا العملية بغض النظر شو العملية تنظير للجراحة على حسب شدة الحالة، استأصلنا لها اكتشفنا اندومتريوز وعطيناها العلاجات المتممة بعد العملية. منلاحظ شغلة انه اذا جبنا 100 مريضة في منهم حوالي 20 مريضة خلاص انتهى الموضوع ولا بقى نشوفه للاندومتريوز، البقية نسبة النكس عندهم نسبة تراكمية كل سنة 5%، يعني خلال 5 سنين عنا أو 7% عنا حوالي 40. سبب النكس شو بيكون؟ يعني لما مجهول. تقول في احتمال كمان مجهول لأنه يعني احنا عم نحكي عن أسباب مجهولة هو برافو تماما هو أسباب مجهول. والنكس طيب مجهول.
يعني الموضوع بالنسبه للنساء هلا اذا عم تسمع نوعا ما بيكون بتخاف، بتكون قلقه، بتتوتر، بياثر على الانجاب عند المراه او الصبيه. يعني نقطه كثير مهمه انه نحن عم نقول اللي عندهم تاخر بالانجاب او العقم هو النسبه بتكون اعلى كتير. عند الصبايا الباقيين بتكون النسبه اقل، ففي اكيد كتير. ترابط وثيق بين النقطتين. سؤالك سيدتي جدا مهم. ليش نحن قلنا انه هو وين بيتوضع؟ صحيح. وهو لما كملنا الشغله منيح اللي ذكرتيني فيها، انه لما قلنا بدنا نحكيها بشكل فني، انه هو كيف مخاتل هذا المرض الغليظ، مخاتل لانه يؤدي الى تشوه شديد بالشكل التشريحي لاعضاء الجهاز المرأة الانجابي. بمعنى نحن بنعرف انه عندنا رحم وعندنا مبيضين هون، وفي انبوب بين انبوب من هالرحم لهالمبيض، ومن هالرحم للمبيض الثاني. فهون في علاقة تشريحية ربانية ما تخيلي جمالها، انه مثلا هالانبوب هذا يلي جاي من ناحية المبيض هذا ايام الدورة الشهرية بيكون قريب للمبيض، لما بتقترب موعد الإباضة بنلاقي الانبوب فرش مثل اهداب هيك واجت طبت على المبيض هيك بحنية حاحت عليه، كرمال انه لما بتطلع البويضة هالاهداب بتلقط البويضة عشان ما تضيع البويضة بالحوض، القطل البويضة وتصير بتدحرج جوا الأنبوب. إذا كان في نطاف وتلقحها بتتلقح بالأنبوب وتكمل طريقة للرحم شان تعشش. هو هذا الاندوميتريوسيس، مشان هيك قلنا النسبة العالية سيدتي موجودة من اللي عندهم عقم، نسبة عالية جدا أنه يكون عندهم اندوميتريوس، لأنه يشوه هذا الشكل التشريحي الذي يؤدي للوظيفة المطلوبة منه، يلي هو أنه يلتقط البويضة وتروح البويضة جوا الأنبوب. فلذلك هون بيأثر بشكل كبير ولا يعني احتمال يعني ولا لا ممكن يكون في انجاب؟ لا ولا هو ما هو قلنا نحن انه يلي عندهم حمول ولسبب ما تم فتح البطن او تنظير البطن لسبب ما اخر غير التاخر الحمل، هي عم تحمل عم تجي يعني هيك، بنلاقي نسبه الاصابه عندهم 5% بالاندوميتريوز فقط 5%. اما طبعا ما عاليه النسبه، اما يلي عندهم تاخر بالحمل وبلشنا باستقصاءاتنا فتحنا او نظرنا البطن لسبب الحمل او لسبب اخر بنلاقي عندهم نسبه كانت تصل ل 50%. فاذا يوجد عندنا ارتباط وثيق يعني لا مو فقدان يعني العلاج ممكن يكون مجدي جدا بشده، ما تفقد الاحتماليه صحيح طبعا. ولكن هون الانتباه للالام عفوا للاعراض اللي ذكرناها قبل شوي، يلي هي اذا نلاحظ شغله سيداتي انه الأعراض منا سبيسيفيك، منا كتير موجهة بدقة. يعني واحدة بتقول لك إنه كتير بتوجع بوقت الدورة، يعني ممكن دكتور تكون متشابهة مثلا مع مرض الكولون، مع وجع الزايد البطن، أو مع آفات أخرى يعني أمراض أخرى، فالسيدة ما حتعرف تميز، كيسة مبيض عادية، توتر نفسي شديد مشان الفحص أو مشان تغير درجة الحرارة الشديد ممكن يعمل لها آلام شديدة بالحوض. طب ما فينا نذكر بعض الأعراض نقول لا لازم تنتبه المرأة؟ أساسية أعراض أساسية الأعراض إذا تكررت أكثر شيء بأيام الدورة الشهرية وهي كيف أعراض غالبا بتكون مترقية، يعني أنه أنا من سنة لما أجتني الدورة الشهرية كنت أتوجع يكفيني إبريد ديكلون أو كم حبة باراسايتامول أو يلي هو مسكن، هلأ أنا إذا ما أخذت باليوم مرتين ثلاثة مع كمان تحبينتين يلي هو ما بيسكن وجعي. أعراض مترقية وبتذكر لك إياها أنه هي بوقت الدورة الشهرية تبعيتها. أوكي. اختلاف مواصفات الدورة الشهرية مثل ما قلنا الفواصل بين الدورات بتصير قليلة، وتطاول زمن الدورة مع ترقي الأعراض تشتكي منها. بلس عند المتزوجات يلي منلاقي عندهم الألم مثل ما حكينا الألم الشديد والمترقي أثناء العلاقة بين الزوجين. طيب دكتور بلكي أنت قصدك مثلا الآلام يعني الشديدة أثناء الدورة الشهرية، كيف تميز السيدات أنه هذا الألم بس أنه أثناء الدورة أو في حصرا في بطانة رحم مهاجر؟ لا هي ما مطلوب منها. هاي ما هو عم نحكي هو مرض غليظ مخاتل، لا بدها تراجع طبيبة فورا. أصلا قيمك عن بعض الحالات أو الشرائح بمجتمعنا يلي لحسن الحظ كرمالها عم بتقل، يلي إنه هي ما بتاخد البنت لعند دكتور أو دكتورة نسائية لأنه بنت لسه، إنه هاي بتروح هي الشريحة كرمالها عم بتقل لحالة على شدة الآلام
رح تراجعه. لا او يمكن يعني الثقافه العامه هو اخر خيار بالنسبه للشخص هو التوجه الى الدكتور. يعني بتلاقي الناس بتاخذ مسكنات بتحمل حالها اوجاع زياده. هي مسؤوليتنا نحن وانتم التوعيه استشاره الطبيب دائما. بس ذكرت خلال حديثك انه بطانه الرحم المهاجره بتنتقل لاماكن كثيره ممكن توصل لحالات انه عم نحكي بالدماغ. هون باي مرحله ممكن يعني لما نقول انه هي بتنتقل تدريجيا هون بيكون مر وقت طويل يعني ولازم يكون فعليا تعرف المراه انه لا في مشكله عندها او خلل. لا الحقيقه هو ارتباطه انه مرق وقت طويل بقصتها بالاندوميتريوز لتعطي انتقالات بعيده لا ما لا, علاقة. لا 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 ممكن تكون الانتقالات البعيده هي من اوائل الاعراض اللي تشير لاندوميتريوز بالاخير نشوفه بالحوض. وهي لحسن الحظ حالات نادره جدا. لانه الطبيب الصدريه او طبيب العصبيه غالبا ما بيجي بباله لانه حالات نادره جدا. كيف يتم العلاج هون؟ هون العلاج بيتم لما منعالج الاندوميتريوز الاساسي بتلاقي لحاله اتطفى سواء مثل ما قلنا دوائيا او اذا اضطرينا بالرئه انه تستقص لمكان الافه اللي هي اندوميتريوز بطانه رحم هاجره وبتكمل علاج دوائي. بس غالبا لما منعالج البؤره الاساسيه هي يلي انطلقت منها يلي هي بالحاضنه فينا نسميها هيك اوكي تقريبا ممكن نخلص منها. فلذلك نحن بنقول شغله مهمه انه نحن لما بنشك في عنا اندوميتريوسيس او بطانه رحم هاجره وحطينا خطه العلاج سواء جراحه او تنظير حسب الافه لما بنحطها ويثبت التشخيص عند الباثولوجيست عند الدكتور التشريح المرضي يجب ان يكون هناك علاج متمم لاحق بعد العمل الجراحي يستغرق وقت لا اقل عن 6 ل 8 اشهر. وبالرغم من هيك بنشوف عندنا حالات نقص من بعدها. ففي ذلك رح اذكر يعني حادثه مرضيه صارت معي بالعياده. مريضه عندها كيستين كبار كثير على كلا المبيضين هون وهون. لما عملنا لها العمليه شلت لها اياهم طلعوا اندوميتريوسيس بطانه رحم هاجره. فكتبت لها على العلاج مثل ما قلنا اللاحق اللي هو احد العلاجات اللي هو ابريكل 28 يوم. الغرض منا سيدتي هو انه نقطع عنا الدوره الشهريه. بمعنى نرجع للسبب انه هو بطانه رحم عم بتهاجر مفروض تهر لبرا وقت الدوره الشهريه هي عم تاخذ طريق صاعد لفوق بالمعاكس وتنتشر فيه. فنحن شو بنعمل؟ نقطع الدورة الشهرية عنا كرمال انه ما بقى في بطانة نهائيا عم تتشكل بالرحم مشان نقلل نسبة انه يرجع ينكس. تمام؟ طيب حطينا لها خطة العلاج. هي كان وقتها انه الابر ما توفرت وهيك اجت بعد اول ابرة شهر ونص. كتبت لها على الابرة الثانية تأخرت شهرين وجايبتها واجت وطلعت حامل وفي كيستين على كلا المبيضين اندوميتريوسيس يعني. فعود بقى كل الحمل بين كيسات الاندوميتريوز وبين الحمل. هلا في سؤال بيخطر ببالهم انه دكتور الاندوميتريوز له علاقه بالاسقاط العفوي؟ صحيح. هي. الحقيقه ذكرت نظريات هيك ولكن الابحاث المعمقه كثير ما اثبتت ابدا باعتبار انه بتقول طلعت بويضه من المبيض تلقفها البوق تلقحت من النطفه ضمن البوق واجت تكاثرت وسقطت بعدين بجوف الرحم وعششت باللبطانه بس ما كملت. اذا معناته ما له علاقه بطانه الرحم الهاجره الاندوميتريوسيس ما له علاقة. إذا بدي أكد على نقطة جدا مهمة إنه ينتبهوا من الأعراض لأنه إذا كان إندوميتريوسيس هو من أكثر الأمراض غليظ لأنه هو يشوه نقطة مهمة كثير بدي أرجع عيدها يشوه الشكل التشريحي يلي يؤدي الوظيفة المطلوبة منه. فلذلك هون قيمك عن الأعراض الشكل التشريحي لأعضاء الأنثى تغيرت صار ما بقى في خلل بالوظيفة المطلوبة من هالشكل التشريحي الرباني الجميل جدا. لأنه كتير سؤال بيخطر ببال البنات أو مين من كان إنه دكتور طيب البويضة طلعت من المبيض شلون بدها تعرف طريقة ضمن الحوض وضمن الأحشاء وضمن هال ممكن سبب نزيف داخلي دكتور في حال لأنه كان بالرئة الكيسات إذا كانت كيسة كبيرة كتير إيه ممكن تطق. وهي متمنى فعلا نقطة مهمة هي ما بتمنى ولا بنت أو سيدة مريضة توصل لهالمرحلة لأنه لما بتطلع السائل الموجود جواتها يلي هو دم خثرات دموية وبطانة رحم مثل ما قلنا مهاجرة لما بتروح ممكن تعمل انزراعات ببقية البطن طبعا زراعات منها خبيثة يعني مشان ما قلنا انزراعات عادية وتزيد
الحالة سوءا وتؤدي لتشوه التصاقات أكثر بكثير وتؤدي لتشوه كمان بالشكل التشريحي مثل ما حكينا المطلوب منه الوظيفة اللي حكيناها. فلذلك ما بنتمنى نوصل أبدا. فبدنا نرجع يعني ركز أنا وياكم على نقطة مهمة سبق وحكينا فيها على طول نركز فيها. أكيد. أرجو الانتباه. كل كيسة مبيض تمام موجودة على أحد المبيضين أو بكلا المبيضين على اثنين سوا، لو كان حجمها صغير 4.3 4.5 سنتي اللي هو وبقيت ثابتة على الإيكو، يعني عم نفحصها على الإيكو، سواء أخذت معالجة مثل ما نعطي نعرف تعرفي حبمانة البيلز الحب أو المنظم بسموه أو ما أخذت معالجة لأنه أوقات الجسم لحاله هو بيكنس حاله بينظف حاله. كل كيسة لو حجمها صغير يعني حجمها ليس حجم جراحي 3.5 4 سنتي ولكن بقيت ثابتة على الإيكو 6 شهور، رح نقول 8 شهور أنه الساتة بمكانها بنفس الحجم، لو ما زادت بنفس الحجم يجب استئصالها لهي الكيسة. تمام. كثير نلاقي هذا السؤال، دكتور إكلاتها صغيرة 4 سنتي صار معي سنتين ومعاملت لي شيء يا روب دوب تخربت الدورة 6 شهور أوكي 8 شهور ثابتة على الإيكو بالرغم من المعالجات ولم تختفي تماما، يجب استئصالها لهي الكيسة وإرسالها للتشريح المرضي للباثولوجي حتى يعطينا هي شو نوعها. طيب دكتور خلينا نحكي العمر بيلعب دور ببطانة الرحم المهاجرة، يعني ممكن نشوفه عند كل الصبايا ولا لا العمر في عمر محدد ممكن تكون منتشرة بشكل أكثر شيء بسن النشاط الإنجابي بعد البلوغ يلي منشوفه فيها، بالرغم من البداية قلنا أنه في حالات عند بنات شفناهم. السبب أنه منقول بهي الحالة أنه لما عم تتشكل بطانة رحم ما قبل البلوغ من هي من هداك الوقت وهي عم تهاجر بالرغم انه ما اجت دوره، لما مثل ما قلنا قد يكون احد الاسباب هو جهاز المناعه ما عم يقدر يتعرف عليها، فلذلك بنشوفها بس اكثر نسبه الاصابه فيها للاسف هي بسن النشاط الانجابي. طبعا مشان هيك بنلاقي الحاله منتشره بكثره بهذا العمر. طيب دكتور يعني في علاقه لتغذيه بالموضوع ممكن ياثر نظامنا الغذائي على هذا الموضوع؟ ما في شيء مثبت يعني اعطيكي ايه او لا، لا ما في غير انه منقول نظامنا الغذائي يجب ان يكون قدر الامكان انه بعيد عن البوليوشن تلوث الهرموني او بعيدين عنه قدر الامكان. فلذلك بنلاحظ نسبه هي الاصابه سواء هي يعني اندومتريوسيس او البي سي او مبيض متعدد الاكياس بنشوفه اكثر عند بنات وسيدات المدن من سيدات الارياف. طيب خلينا نعطي نصائح عامه لكل الصبايا والسيدات يعني تابعونا فعليا انه ممكن يجب استشاره دكتور نسائيه بشكل مستمر لنقدر نكتشف هذا الموضوع مبكرا. خليني اقول انه يعني بشكل تلقائي خليني اقول كل بنت او كل ست اللي ما عندها ولا شكوى خلي يكون عندها فايل عن طبيبه، اذا ما بدها تزوره كل 6 شهور مره تزوره كل سنه مره. اوكي هي نقطه. هلا خلصنا من انه يلي هو كاجراء متابعه بتعمل وحده متابعه لحالها فولو اب واجراء وقائي. منقول بقى شيء ثاني، اي بنت او سيده تشتكي من عرض ما من الاعراض اللي ذكرناها تراجع طبيبها فورا. تراجع طبيبها فورا. هلا من جهه اخرى منقول اي سيده اشتكت من تاخر انجاب تراجع طبيبها فورا، بس كيف؟ خلينا نقول ضمن ضوابط، بمعنى مثلا مو انه سيدة هلا صار لها سنه متزوجه، زوجها صار له مسافر 4-5 شهور، يعني كان موجودين متوفرين لبعض حوالي 4 شهور، وبتجي بتقول دكتور ما حبلت بهالاربع شهور، بتجي بتقول لك دكتور انا عندي عقم ما عم بحبل. بس يجب الاستشاره الدوريه بعيدا عن كل هي تماماً التفاصيل تماماً هي تقينا تماماً كل هي الامراض وخاصة الطبيب وخاصة اذا كان في احيانا قصه عائليه معنا ما في اي دراسه تقول انه بينتقل بالوراثه او شيء، بس اذا كان في شيء قصه عائليه لا بنقول تتوجه بشكل ابكر لطبيبها. اكيد بدنا نشكرك بالختام الدكتور اكرم الاحمر اخصائي امراض نسائيه معالجه عقم، دائما معك في التفاصيل بنفيد بمعلومه مفيده لكل المشاهدين. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك دكتور. صباحك فل سيدتي.